مبروك يعني. نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. من جديد ده بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بنتيجه هدفين مقابل هدف وصعود الاهلي للمباراه الدور قبل النهائي طبعا لمواجهه فريق بتروجيت في نسخه كاس مصر، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه في ظروف صعبه وامام خصم قوي جدا، واحد من الفرق القويه في جدول الدوري، لكن النهارده دايما بنقول شخصيه لعيبه النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيحقق فوز غالي على فريق بيراميدز النهارده وبيصعد للدور قبل النهائي. الحمد لله طبعا، يعني مباراه في الكاس ومباراه احنا داخلنا في غيابات كتيره جدا جدا وفي ضغطه مباراه برده كتير قوي، لكن برده الواحد دايما الناس بتتكلم عليها وبتعلق، لكن هو ده اللي هو رهانك الكبير شخصيه الاهلي، يعني منظومه الاهلي، الاسم بتاع الاهلي، اللوجو بتاع الاهلي. اللعيب مهم جدا 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 في المنظومه، لكن هو جزء من المنظومه. الـ 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 الاساس هو الفانيلا، الاساس هو الاسم اللي بتلعب بيه. ف يعني الواحد على طول بقول لهم على طول مهما كانت الغيابات، المهم هيبقى في 11 واحد موجود، لازم تتحلى بالشخصيه اللي انت بتلعب بيها، بالنادي اللي بتمثله، بالفانيلا اللي انت بتلبسها، هي دي الرهان. يعني الحمد لله طبعا كان غيابات كتير قوي، الحمد لله كابتن سامي ادار اللقاء في منتهى 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 الذكاء والحكمه، الحمد لله رب العالمين. يعني كابتن سيد الاهلي بمن حضر كلمة أصبحت ليست مقتصرة فقط على اللاعبين، بأي فرد داخل منظومة الجهاز الفني، كابتن سامي موجود، الكابتن سيد، الجميع بيدافع عن قميص النادي الأهلي ونسر النادي الأهلي. وعشان كده أنا بقول يعني الواحد طول عمره بيحارب عشان المعنى ده، إن أنت عندك أساس وعندك تاريخ وعندك مبدأ وعندك قيم وعندك أسس ماشي عليها، اللي بيخش ممكن يضيف لنا حاجة، سواء كانت لعيبة أو كانت أجهزة أو كان مدير كورة أو أيا كان ممكن يبقى فكره كويس، فكره متجدد، شخصيته كويسة، شخصيته قيادية، شخصيته عالية، لكن الأساس هو نظام النادي، الأساس اللي أنت داخل عليه. تزيد شوية بقى من أفكارك ومن اقتراحاتك ومن أسلوبك، كلام جميل جدا، لكن المنظومه نفسها اساسها هو النادي وتاريخه. كابتن سيد النهارده ثقه لحسام حسن، ثقه في احمد نبيل كوكا، ثقه لزياد طارق، اعتقد دور الكابتن سيد الكابتن سامي مع اللاعبين خلال الفتره القصيره دي. والله بص، يعني هم لعيبه كبيره ولا ما كانتش تلعب في النادي الاهلي كلهم، يعني كلهم، فخلاص يعني حتى الصغير بقى يعني مهم جدا يبقى فيه. بص على مستوى العالم في حاجتين يعني الناس بتختلط بيهم، يعني التغيير والتطوير، ما فيش حد بيتغير، سلوكه ما بيتغيرش، يعني 1% على مستوى العالم اللي ممكن سلوك واحد، مثلا واحد انسان مش نظيف، يعني على مستوى العالم هتلاقي 1% بس اللي اتغير، واحد انسان مش صاحب يعني حقوق اتعملت له وناس ساعدته وناس وقفت جنبه وناس وناس وناس، ده مش هيتغير خالص، لكن في واحد ممكن يتطور بقى في ادائه، يتطور في فكره شويه، فالتغيير والتطوير مختلفين شويه. انا عارف ان اللعيبه الصغيره دلوقتي خلاص بقت في مرحله التطوير بقى، يعني انت لازم تطور من ادائك، لازم تطور من انتاجك، فكره ان انا لسه طالع من الناشئين عايزين نحطها على جنب شويه، احنا لعيبه بتلعب في وسط اللعيبه كبيره ووسط نجوم كبيرة ووسط فرق كبيره. يعني كابتن سيد خلال الفتره الاخيره والساعات الاخيره اخبار عن المدير الفني القادم للنادي الاهلي، اخبار بتقال على السوشيال ميديا، ازاي قدرتوا تفصلوا اللعيبه عن هذه الامور؟ انا عارف ان دور حضرتك مع اللاعبين بالفصل التام، عدم النظر لهذا الامر من خلال لما يكون الاعلان من خلال مجلس اداره النادي الاهلي. بص هي مش شغلتي وبالتالي مش شغله اللعيبه، ده شغلة المجلس، شغلة الناس المختصة، شغلة الناس اللي بتختار يعني، فكل واحد لازم يقوم بدوره. انا من دقيقتين ثلاثة بقول لك كده، منظومة الاهلي في كمان في توزيع الادوار، كل واحد له الدور بتاعه، اللي عنده تطلع لحاجة اكبر من منصبه يعني يرفع ايده ويبقى الناس هتحييه وهتحترمه يعني، فكل واحد له دوره وكل واحد له اختصاصه ومحدش بيعديه. كابتن سيد عايز اطلع من كاس مصر واروح على الدوري، في الفترة الأخيرة سمعنا أخبار بعض الأشخاص بعض الأندية بتطالب بإلغاء الدوري المصري النسخة هذا الموسم، شايف الأمر ده إزاي يا كابتن سيد؟ طيب قبل ما أروح للدوري بسؤالك لازم بس أعدي شوية على كاس مصر الجديد اللي إحنا فيه، يعني أعتقد إن مفيش أو الناس المختصة أو الناس المسؤولة في شؤون اللاعبين في النادي في الاتحاد المصري، أنا مش عايز أفاجأ إن أنا بكمل الموسم ده كاس مصر ده السنة الجاية بقائمة جديدة ولعيبة جديدة لأهداف معينة، ما ينفعش. يعني كاس مصر والدوري في أي حتة في العالم هو مرتبط بنفس السيزون اللي أنت فيه، السيزون اللي احنا فيه، الدوري والكاس، ما لعبش ماتشين ثلاثة في الكاس وبعد كده شؤون اللاعبين يقول لك إيه بقية المباريات السيمي فاينال والفاينال مثلا تتلعب الموسم الجديد، يكون الناس دخلت قائمة جديدة ورتبت نفسها، ده مش فير أبدا يعني. فأنا بلحق قبل الجوابات ما تختفي عشان الجوابات بتلبس طاقية لخفة بعد كده، يعني ده نظام
هتقول لي احنا عملناها قبل كده ان الدوري بيخلص والموسم بيخلص، بنعملها لما كان في افريقيا. ده دلوقتي افريقيا بعت لنا جواب رسمي، رسمي الجواب ده لا ندورنا عليه ولا حاجه، هو موجود عندنا يعني، جالي امبارح يعني. القائمه الافريقيه هتبدا من 1/8 ل 15/8 يعني في عز الدوري. اذا مفيش اي داعي، مفيش اي داعي، الكلام ده مهم جدا، مفيش اي داعي ان الموسم يبقى مرتبط بالدوري بس، لازم الموسم يكون مرتبط بالدوري والكاس. قائمه الدوري هي هي قائمه الكاس. عندنا متسع من الوقت، الدوري هيخلص يوم 29. انا بتكلم ده على شؤون اللاعبين تحديدا في الاتحاد المصري، ان انت الدوري يبقى مرتبط بالكاس، ما تبقى يعني الموسم مرتبط بدوري وكاس، ما تقولش بعد نهايه الدوري هنفتح القيد الجديد ونكمل الكاس بالقائمه الجديده. لا لا لا، ده مش فير خالص وما ينفعش يتعمل يعني. فاحنا بنقولها بدري شويه عشان الجوابات ما تبقاش يعني نقعد ندور عليه. الجزء اللي انت بتتكلم عليه يعني حته الغاء الدوري، انا بشوف ان ده فكر فاسد يعني، مش وجهه نظر. في فرق بين وجهه النظر والفكر. وجهه النظر تحلل الموقف، تحلل المرحله، تحلل الاداء، دي وجهه نظر. لكن فكر فاسد اشبه بالعاهه يعني، ان انت تبقى راجل بتقول الغاء دوري. هات لي مره في ال 20 30 50 70 سنه اللي فاتوا اي دوري محترم في اي حته في العالم حد طالب بالغاء ابدا. المشكله ان اللي بيطالب بالغاء الدوري دلوقتي هو اللي كان بيتخانق على ان كاس السنه اللي فاتت يستكمل. يعني الدوري يتلغي وكاس السنه اللي فاتت اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي، اللي احنا جايين نلعب بيراميدز وبنتعب وبنعمل معسكرات على كاس السنه اللي فاتت، هو نفس الفكر ان الكاس، ان الدوري يتلغي. يعني انا العب كاس السنه اللي فاتت اللي هو كاس البطوله الاقل يعني، والغي بطوله الدوري. طبعا ده ما ينفعش ابدا، ما يصحش وما ينفعش يتقال اصلا. لكن احنا بنسمح يعني، حتى اللي بيسال السؤال كاعلامي ما بيقولوش طب مثلا رواتب اللعيبه مين هيدفع لو لغينا الموضوع ده؟ سيبك ان هو مستحيل، لكن السؤال الاهم بعد كده، طب فلوس اللعيبه التعاقدات، احنا نادي يا اخي ملتزمين بفلوسنا يعني، هنديها تمام. يعني ماليش علاقه بقى او هتعاقبني ان انا مين ياخد الدوري، دي قصه تانية احنا بنكافع عليه، لكن انا بتكلم على المبدا يعني. فبعيد واقرر مفيش دوري في العالم، واحد مفيش دوري في العالم لا جمهور ولا مسؤول ولا اجهزه فنيه ولا لعيبه بتطالب بالغائه تمام. لما تيجي تعمل مقارنه كده تبقى مش عارف راسك من رجليك، مش عارف يعني انت هتبص يمين ولا هتبص شمال. احارب عشان العب كاس السنه اللي فاتت وبعدها باسبوعين اقول لك لا لازم نلغي الدوري دلوقتي يعني. يعني فاعتقد ان ده فكر زي ما قلت لك فكر فاسد كمنظومه رياضيه يعني. اخر رساله تقولها للاعبين، عندنا ماتش سموحه، ماتش الجونه، مرحله صعبه جدا، تقول للاعيبه النهارده اقول ان انا الكاس بحلو وبمر وخلص، كاس بحلو وبمر وخلص. عندي ماتش سموحه، ماتش من الماتشات الثقيله والصعبه جدا جدا بعد يومين يعني، احنا هنتمرن بكره وبعد كده هنسافر بعد بكره ان شاء الله الرحمن على اسكندريه. لكن يعني انا افتكرت حاجه دلوقتي يعني كابتن محمد عادل حكم كويس جدا جدا جدا، بغض النظر عن الموقف بتاعه اللي هو حصل في مباراه الزمالك يوم 5/1/5/11، لكن لحد دلوقتي ما حكمليش خالص من التاريخ ده، ما حكمليش خالص يعني. مش معنى كلمه قالت او هو قالها يعنيها ما يعنيهاش، حس بيها، صعب عليه، المهم مش ده الاساس. المهم ان هو حكم كويس فعلا، فمش ممكن ناخد ذنب كابتن محمد عادل على طول على مر الخط يعني. يعني لو هنبص كده بقى ده احنا يعني 70% 80% من الحكام مش هتحكم لنا خالص يعني خالص. فانا بقول شهاده حق يعني، هو الراجل يعني حكم كويس بغض النظر عن اي حاجه، فما ينفعش انا داخل على سنه ما بيحكمليش خالص يعني. اشكرك يا كابتن سيد والتوفيق. كابتن ايمن، اعتقد كلام في غايه الاهميه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ورسائل كتيره جدا للمسؤولين في الاتحاد المصري نتمنى عليها الاجابه. من جديد بتعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.